بيكم يا أصدقائي في سلسلة الضربة القاضية اللي بنشوف فيها أدوار قصيرة بتنتهي سريعاً، وهدف هذه السلسلة بجانب أننا بنستمتع بفن الشطرنج وكذلك بنرى تطبيق الأدوات التكتيكية، أننا بندرس الافتتاحيات بطريقة مبتكرة ومشوقة ونعرف النقلات الصحيحة من أننا نعرف إيه هي النقلات الخطأ. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو، فيديو رقم 2، وحنشوف الجولة الثالثة لبطل العالم فيشر. E4 E6 الدفاع الفرنسي، D4 D5 Knight C3 GE4 Knight E4 Knight D7 Knight F3 Knight GF6 Knight F6 check Knight F6 بيشوب D3 بيشوب E7 كوين E2 كاسل بيشوب G5 C5 Gxc5 كوين A5 تشيك C3 كوين C5. لحد هنا الأبيض والأسود نفذوا نقلات معروفة، وهنا فيشر لعب كاسل لونج. ودلوقتي الأبيض المفروض هيهاجم في جناح الملك، والأسود لازم يهاجم في جناح الوزير، وبالفعل الأسود لعب B5، عاوز يلعب B4 ويهاجم باستغلال البيضة C3 المربوط على الملك، ولكن النقلة دي خطأ كبير. لو تخيلنا الوتر الطويل H1A8 بيتقاطع مع الوتر B1H7 في النقطة E4، فلو جه الوزير إلى المربع E4 هيكون فيه هجوم مزدوج على المربع H7 وعلى الرخ اللي على الA8، ولكن الحصان الأسود بيحمي النقطة H7 وكذلك بيمنع الوزير من الوصول للمربع E4. إذن الحل هو التخلص من الحصان اللي على الF6، ولذلك فيشر لعب بيشوب تيكس F6 بيشوب تيكس F6 كوين E4، عاوز مات على H7 وعاوز الرخ اللي على الA8، وبالطبع الأسود هيدافع عن النقطة H7 ولعب G6 كوين تيكس A8، وهنا اتذكر الأسود خطته السابقة ولعب B4، ولكن فيشر بكل بساطة لعب C4 وانتهى هجوم الأسود، ولذلك الأسود سلم. وبعد ما شفنا الجولة الثالثة تعال نشوف الجولة الرابعة اللي بطلها فيشر. فيشر بالأبيض ولعب E4 E5 F4 جنبية الملك، EF4 جنبية الملك المقبول، بيشوب C4 D5 بيشوب D5 نايت F6 نايت C3 بيشوب B4 نايت F3 كاسل كاسل بيشوب C3 D3 C6 بيشوب C4. وهنا الأسود لعب كوين B6 تشيك، ودي مش أفضل نقلة في هذا الموقف. المفروض الأسود يبادر الوزيرين كوين تيكس D1 روك تيكس D1، والأبيض هياخد على الF4 والأسود هياخد على الE4 والأبيض أفضل قليلا، ولكن الأسود لعب هنا كوين B6 تشيك وكمل الدور كينج H1 نايت E4 كوين E1 عاوز الحصان روك E8 بيحمي الحصان، وفي نفس الوقت بيحط الرخ على نفس العمود مع الوزير الأبيض. وهنا فيشر لعب نقلة خبيثة بيشوب تيكس F4 وساب الأسود يعمل هجوم بالكشف على الوزير، وبالفعل الأسود لعب نايت E6 عاوز الوزير وفي نفس الوقت عاوز الفيل وكمان عاوز بيضة B2، ويبدو أن الأسود في طريقه للفوز، ولكن فيشر لعب بكل هدوء بيشوب تيكس D6 والأسود لعب روك تيكس E1 روك A1. الأبيض له تفوق كبير جدا في التعبئة، وفي نفس الوقت بيهدد بروك E8 تشيك ميت، والتفوق في التعبئة مع التهديدات المميتة بتعوضه عن فقدان وزيره أمام رخ وقطعة صغيرة، والأسود لازم يدافع ولعب بيشوب D7. لو الأسود ملعبش بيشوب D7 ولعب بيشوب E6
الابيض هيرد نايت جي 5 والفيل ما يقدرش يتحرك والا في تشيك ميت على الاي 8 وفي نفس الوقت ما يقدرش يرجع للدي 7 والا هيترك الابيض ياخد على الاف 7 ويفوز. ولذلك الاسود في الموقف ده لعب بيشوب دي 7 وهنا فيشر لعب ببساطه نايت جي 5. ودلوقتي الابيض طالب بيدق اف 7 بثلاث قطع والاسود مش هيقدر يدافع عن هذا المربع ولذلك حاول انه يستكمل تعبئته ولعب نايت اي 6 وفيشر كمل روك تيكس اف 7. وبعد النقله الهاديه دي الاسود لم يجد بدا من التسليم. الابيض هنا له اكتر من تهديد، التهديد البسيط ان يفوز بقطعه بان ياخد بالرخ على الدي 7 بكش بالكشف من الفيل، ولكن الابيض له تهديد خطير وهو لاعب روك اف 8 تشيك ميت بكش مزدوج من الرخ والفيل. واذا الاسود حاول ان هو يدافع بكينج اتش 8 مثلا، الابيض هيكمل بروك تيكس دي 7. ودلوقتي الابيض متفوق بقطعه ولكن في نفس الوقت بيهدد بكش مات في ثلاث نقلات، هتبتدي بنايت اف 7 تشيك كينج جي 8 وهنا الابيض هيلعب نايت جي 8 تشيك كش بالكش من الفيل كينج اتش 8 روك اي 8 تشيك ميت. وبالطبع الاسود ما عندهوش دفاع كافي ضد كل هذه التهديدات ولذلك الاسود سلم. ارجو انك تكونوا استفدتم من المعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم من حلبة الملاكمة والضربة الأضيق.